الموجز الإخباري من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. عثر صباح اليوم على جثة شاب مقتول في منطقة نائية غرب رام الله، وأفاد مصدر أمني بأنه تم العثور على أثار تعذيب على جسد الشاب وهو يبلغ من العمر 17 عاما. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مواطنين اثنين من أراضي عام 48 وحرسا للأقصى، وأصابت العشرات خلال مواجهات اندلعت في محيط باب حطة بالقدس القديمة. قال مركز الأسرى للدراسات أن الحركة الوطنية الأسيرة ستبدأ إضراباً تحذيرياً يوم الخميس المقبل، وقد تصل للإضراب المفتوح عن الطعام في حال عدم تجاوب إدارة السجون مع المضربين الإداريين. قال نشطاء إن نحو 30 من المقاتلين في صفوف الحكومة السورية قتلوا عندما فجر مقاتلو المعارضة قنبلة في نفق أسفل نقطة تفتيش في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. قتل 3 مسلحين خلال اشتباكات مع الجيش العراقي قرب جسر الموظفين جنوبي مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. قال المرشح الرئاسي المصري عبد الفتاح السيسي إن المصريين يرفضون المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، مضيفاً الجماعة انتهت. وقطع السيسي في أول مقابلة تلفزيونية يجريها منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية الطريق أمام المصالحة مع جماعة الإخوان، عندما أكد أنه لن يكون هناك وجود للجماعة في عهده وأن الجماعة انتهت برأي المصريين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.